طيب برضو يعني حابين نستفاد من خبرة يعني حضرتك، يعني كيف تدعم الدولة المشاريع الصغيرة ومشاريع ريادة الأعمال؟ الحقيقة يعني الدولة منذ 2017 أصدرت قرارات من البنك المركزي بزيادة المخصصات المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال، فأصبح اللي بيقدم على التمويل لريادة الأعمال مشاريع ريادة الأعمال بياخد تمويل من جميع البنوك العاملة في مصر بنسب فايدة ضئيلة جدا، بجانب ان جهاز تنمية المشروعات، اما انا بروح ان انا اقدم في جهاز تنمية المشروعات على مشروع صغير او مشروع من مشاريع ريادة الاعمال، الحقيقة هم بيساعدوني ان انا انجح المشروع، وان انا بيساعدوني في تسويقه، وبيساعدوني على نجاح وتمويل وحتى التخطيط لهذا المشروع. تمام. طيب حابين يعني برضو من وجهة نظر حضرتك، الشباب دلوقتي حضرتك يعني شايف ان هو ميال لايه اكتر؟ يعني هل يعني ريادة الاعمال او ادارة المشروعات، او ان هو ساعات في شباب مثلا يجي يقول يا دكتور، يقول لك لا انا يعني مش عايز اخد الريسك، انا مش عايز يعني ابقى ملتزم بحاجة معينة، انا اروح اشتغل في مكان وخلاص اخد المرتب كل شهر وخلاص، وماليش دعوة بقى لا بضرائب ولا بحاجات، واسوق واتعب نفسي والحاجات دي. حضرتك شايف الشباب ميال لايه؟ الحقيقة هو الشباب وخصوصا الشباب المصري فيه ميزة كبيرة جدا، انه بيميل للمخاطرة، ودي من خصائص ريادة الاعمال، ان هي بتتصف بالمخاطرة الشديدة جدا، وان انا بخش تجربة فيها مجازفة، ان انا براهن على فكرتي اللي انا عايز احولها المشروع، ان انا براهن ان هي تنجح، وبراهن ان انا فكرتي اقدر احولها لمشروع جديد او مشروع في يعني تميز معين، او ان انا بنفرد بفكره معينه، او ان انا بقدم فكره ابتكاريه اقدر ان انا احولها لمشروع ناجح. والحقيقه المخاطره هي من خصائص رياده الاعمال، ودي بتكون مخاطره شديده نسبيا، ولكن ان انا بقدر ان انا احول فكرتي من مجرد ان هي فكره لمشروع ناجح، مشاريع رياده الاعمال هي اللي بتقود الدول، وهي اللي بتكبر الدول، وهي اللي بتعمل دول كبيره ودول اقتصادياتها قويه. يعني هقول لحضرتك ان شركه سامسونج وشركه مايكروسوفت وفيسبوك، هذه الشركات الثلاثة هي أكبر شركات رائدة للأعمال على مستوى العالم، ودي يعني الشركات الكبرى في ريادة الأعمال. لنا أن يعني نتذكر أن شركة سامسونج عندما ابتدت في بدايتها كانت شركة متناهية الصغر، وأصبحت شركة سامسونج النهاردة بعد عشرات السنين هي اللي بتدعم الاقتصاد الكوري، وهي اللي يعني عماد من أعمدة الاقتصاد الكوري ونجاح الاقتصاد الكوري بشكل كبير. فأنا النهاردة العائد علي حتى أنا كدولة إن مشاريع ريادة الأعمال بمختلف أحجامها، سواء مشاريع صغيرة أو مشاريع متناهية الصغر، وبتبقى شركات كبيرة بعد كده، هي دي اللي بتقوم عليها الدول. وأنا النهاردة العائد عليا من مشاريع ريادة الأعمال إن أنا بعالج مشاكل التوظيف، بعالج مشاكل البطالة بشكل كبير، بعالج إن أنا اعتمادي على مشاريع ريادة الأعمال هي بتصبح يعني قوام وعماد للاقتصاد على مستوى الدولة بعد ذلك.